ثلاثة توقعات بمستقبل رائع لمصر. القاهرة تسبق ماليزيا والأولى في إفريقيا. إحنا بقالنا فترة بنسمع كلام كتير مش إيجابي بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، وبعض فئات المجتمع عندها إحباط وعندها نظرة سلبية تجاه المستقبل، والبعض نتيجة أزمة الجنيه والدولار ونتيجة ارتفاع الأسعار بدأ يتصور أن المستقبل قد لا يكون جيدا في بلادنا. لكن الحقيقة أن علم الاقتصاد بيذهب عكس هذه التوقعات السلبية. علم الاقتصاد بيذهب أن الوضع في مصر هيتحسن وأن الوضع في مصر يتجه إلى الأفضل. مثلا 2016 عجز الموازنة تراجع، ولو تراجع طفيف لكن تراجع. وزارة المالية بتقول أن عجز الموازنة هيقل أكتر، هيتراجع أكتر في 2017. نمرة 2، احتياطي النقد الأجنبي في مصر زاد إلى 26 مليار دولار بنهاية يناير 2017، وده رقم كبير عن اللي كنا فيه. كنا قبل كده قبل ثورة يناير 36 مليار، وبعدين نزلنا لغاية 14 و13، طلعنا تاني 26 مليار دولار احتياطي النقد الأجنبي في يناير 2017. يبقى في حاجتين إيجابيتين واضحين: تراجع عجز الموازنة في 2016 وتوقع بتراجع العجز أكتر في 2017. 2، إن احتياطي النقد الأجنبي زاد ل 26 مليار دولار في يناير 2017. شركة محاسبة هي الأولى في العالم عملت تقرير مهم جدا، الاقتصاد العالمي 2050 نظرة بعيدة. شركة المحاسبة الأولى في العالم أو أكبر شركة استشارات في مجال المحاسبة على مستوى العالم، تقريرها ليه أهمية كبيرة جدا. كل صحف العالم أخذت هذا التقرير وكتبت عنه. شركة الاستشارات العالمية بتقول إنه سنة 2030 مصر مستقبلها هيبقى كويس جدا، و2050 مصر مستقبلها كويس جدا. ده معناه إن المستقبل لمصر هو مستقبل مبشر، مش معناه الانتظار ل 2030، بس معناه ان القادم، لان بعض الناس بتتكلم بطريقه يائسه، ده معناها ان العلم بيقول ان القادم افضل وان منحنى الصعود بدا في مصر. هذه الشركه بتتكلم في تقريرها العالمي ان سنه 2030 مصر هتبقى رقم 19 في العالم. يعني مصر هتكون من التوب 20، من اقوى 20 دوله اقتصاديا في العالم، وهيبقى الاقتصاد المصري حجمه أكتر من 2 تريليون دولار. 2050 هيستمر الصعود، مصر وقتها هتكون رقم 15 في العالم، وقتها يكون اقتصادنا أكبر من 4 تريليون دولار. وده معناه من 2030 فصاعدا مصر هتعدي أستراليا، دولة متقدمة من الصف الأول في العالم، هنكون تجاوزنا أستراليا، تجاوزنا ماليزيا اللي هي يابان آسيا، تجاوزنا باكستان اللي هي من أقوى الدول الإسلامية في العالم، تجاوزنا جنوب إفريقيا، يعني بقينا رقم 1 في إفريقيا. يبقى طبقا لهذا التقرير وهذا التقدير، وتقدير علمي رصين صحف العالم كلها إعادة نشر هذا التقرير، ده معناه إن إحنا في منحنى صعود حقيقي، وإن المستقبل حقيقي جيد، وإن النظرة التشاؤمية نظرة مش موضوعية مهما تكن المشكلات الحالية، وإن احنا في طريقنا نكون من 20 دولة الأقوى ثم 15 الأقوى اقتصاديا في العالم، وإن مستقبلنا إن احنا رقم 1 في إفريقيا، وهنتجاوز دول مهمة حول العالم على رأسها ماليزيا المتقدمة وأستراليا المتقدمة جدا. البعض هيقول طب و2018 و2020 لسه بتقول لي 2030 و40 و50؟ اولا 2030 مش بعيد، انت بتتكلم على سنوات قليله جدا، يعني الاطفال دلوقتي هيكون وقتها في 6 ابتدائي تقريبا او اولى اعدادي. نمره 2، هو هدف هذا التقرير او يفيدنا هذا التقرير في انه بيدي نظره ايجابيه. ما هو انا لو مستثمر وعايز اروح بلد وقالوا ده مستقبلها سيء مش هروح، انما لما يقول البلد ديت في الطالع وإن دي سنة 2030، في دول أصلاً 2030 هتختفي من الخريطة، يعني في دول دلوقتي ممكن الناس تزورها
2030 مش تبقى دول، و2050 مش موجودة أصلا. فلما يطلع تقرير يقول لك إن 2030 هتكون مصر مش إنها يعني وضعها معقول، لأ ده هتكون من أقوى 20 اقتصاد في العالم، وبعد كده من أقوى 15 اقتصاد في العالم، ده يخلي فيه رهان على مستقبل مصر، ويعزز الثقة في مصر، ويساعد على زيادة الاستثمار في مصر. لأن أنت لما تقول على البلد ديت ليها مستقبل، تخلي كل المستثمرين يذهبوا إلى هذا البلد. لكن لما تقول إنها بلا مستقبل، هتخلي المستثمر حتى لو هو عنده امتيازات عاجلة يقول لك لا أنا بستثمر في اللا مستقبل. يبقى هذا التقرير بيقول مستقبلنا مستقبل قوي جدا اقتصاديا، الواقع يقول ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي، ويقول أيضا إن إحنا دلوقتي وصلنا لمستوى معقول من ضبط عجز الموازنة. إذن مؤشرات محلية وشهادات عالمية إن الاقتصاد المصري رغم صعوباته ومعاناته وتحدياته يمضي إلى الأفضل. وهو أهم شيء في الاقتصاد هو الثقة، وأهم شيء في الاقتصاد التفاؤل، أهم شيء في الاقتصاد الأمل. أي اقتصاد فيه ثقة وتفاؤل وأمل هو بيغذي نفسه في اتجاه المستقبل، وأي اقتصاد في يأس أو إحباط أو توقعات بالفشل هو تلقائيا بيذهب إلى الهاوية. ولحسن الحظ أننا تجاوزنا الكثير من التحديات، وأننا بشهادة الكثيرين نمضي إلى الأفضل.